عبد الرحمن بن محمد. ابن محمد ابن محمد ابن الحسن ابن محمد ابن جابر ابن محمد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن خلدون. لا أذكر من نسبي إلى خلدون غير هؤلاء العشرة. ويغلب علي الظن أنهم أكثر، وأنه سقط عدد مثلهم، لأن خلدون هو الداخل إلى الأندلس، فإن كان فالمدة لهذا العهد 700 سنة. حتى يتم القبض على برقوق وقتله. لقد حقق منطاس رغبتنا بألا يتهاون في هذا الأمر مع يلبغة. ما رأيك في الأمير منطاس يا مولاي؟ أراه قويا كل القوة، وأعلم أن الأمر سيدين له في النهاية. هذا ما كنت أراه منذ البداية، ووجدتك تميل إلى يلبغة. لم نخسر شيئا يا دشان، فسوف نلعب مع الجميع ونستكين في النهاية إلى أقواهم. ولكن ماذا عن أخبار الشيخ المغربي؟ أتعني ابن خلدون؟ لا أعني غيره. لا يفارق داره، ربما كان آسفا على مولاه. وماذا يملك من حول أو قوة؟
سوف ألحق انتقامي عما قريب، فأنا لا أنسى من أساء إلي ولا أتهاون في النيل منهم. قبضوا على السلطان بركوك أمس؟ أجل يا مولانا، فقد كان مختفيا في دار أحد الخياطين، ووشى أحد العامة بمكانه لينال المكافأة، فدهم رجال يلبغى دار الخياط وقبضوا على بركوك وأرسلوه إلى يلبغى. وماذا فعل يلبغى به؟ هل أصابه بضر؟ الحقيقة يا مولانا لا أعلم من أمره شيئا. أما أنا فقد تحريت الأمر قبل أن آتي إلى هنا حتى علمت أن السلطان بخير يا مولانا. هل أنت واثق مما تقوله يا مقريزي؟ أنتم تعلمون شغفي الشديد بتحري الدقة في استقاء الأخبار يا مولانا. لقد أكد لي شاهد عيان أن يلبغى قد أكرم معاملة برقوق ثم بعث به سجينا إلى الكرك، فأثار هذا غضب بنطاس الذي كان يرى سفك دمه حتى يأمن شره. كم يريحني كلامك هذا يا مقريزي. نفسي فداؤك يا برقوق، فأنت خير من قابلتهم من الرجال. إنما يثير حيرتي أنني لا أستطيع أن أجد تبريرا لما يفعله يا البغى. لما يبقي على برقوق ويحسن معاملته؟ هو الذي كان يطالب بسفك دمه منذ البداية، لما؟ عندي الجواب يا مولاي. ويحك، تكلم. إنما يسعى إليه البغى من وراء حسن معاملته لبرقوق هو كسب رضاء مماليكه فيزداد بهم قوة، وحتى لا ينازعه أحد في التسلط على مقاليد الأمور. ولكنه أقسم أمامي بأن نكون نحن الاثنان شخصا واحدا. هل يريد أن يحنث بعهده؟ أنسيت يا مولاي أنه قد عين لنفسه أجود الإقطاعات وأوفرها غلة، بينما لم يخصص لك سوى إقطاع واحد لم تزد غلته في العام عن 600,000 درهم؟ الويل لهذا الناقض للعهد. سوف يعلم أن منطاس لن يقف مكتفيا بالفرجة أو يرضى بالفتات. أغلقوا حواريتكم والزموا بيوتكم حتى تأمنوا على أموالكم وأنفسكم. ماذا حدث؟ أسرعوا إلى بيوتكم حتى لا يدرككم الموت. بالله عليك ماذا حدث؟ لقد نشب القتال بين منطاس ويلبغى. أدخلوا الذكائر وأغلقوا الوكالة. أسرعوا قبل أن يأتوا وينهبوا كل شيء. لم يعد لنا بقاء هنا يا عبد الرحمن، يجب أن نرحل. نرحل إلى أين؟ نعود إلى بلادنا. نترك جحيما لنعود إلى جحيم آخر. ومن يدري، ربما تبدلت الظروف والأحوال هناك. يجب أن يتبدل الناس أولا. وهل تريد لنا البقاء هنا وسط الحروب والمنازعات؟ ليس أمامنا مهرب الآن، ونحن لا نستطيع أن نترك دارنا. وحتى إذا نجونا من أخطار القتال فلن نجد مركبا يحملنا. ادخل. عفوا يا أبي، فقد حضر المقريزي. أنا قادم إليه. يبدو أن القتال قد توقف وحسم الأمر. لا تدع أحدا يغادر البلاد، فسوف يلحقون ببرقوق ويقفون إلى جواره ويشكلون قوة تهددك أيها الأتابك. وهل أمنع الناس من التحرك يا قردماس؟ يجب أن تعرف أولا أعداءك قبل أنصارك. وكيف أدرك ما في نفوس البشر؟ بأن تأخذ العهد منهم على الإخلاص لك، وأن يلعنوا أعداءك، وأولهم برقوق، ومن يرفض أن يلعنه استحق عقابك. لا بأس بهذا الرأي يا قردماس، لا بأس. لما أبغي يا مولانا أن يحيطك الجميع بالخضوع والطاعة. لقد أجبروا حتى التجار على الذهاب إلى قصر منطاس وتقديم فروض الولاء والطاعة، وذهب ممثلون لطوائف الشعب للتعبير عن رضائهم بالحكم الجديد. من الذي يحكم البلاد؟ السلطان حاج شعبان أم منطاس؟ حاج شعبان ما هو إلا طرطور،
وسرعان ما سوف يطيح به من طهس ويجلس مكانه. وكيف يرضى الأهالي بهذا الذل؟ كيف يجبرونهم على التعبير بالولاء والرضا لحاكم غريب؟ كل واحد يخشى على نفسه وماله يا أبا زيد، وللأسف أنا واحد منهم. لقد خفت أن أسجن وتنهب وكالتي أو تشرد عائلتي. ماذا أساوي أنا إلى جانب الفقهاء والقضاء الذين ذهبوا وتمسحوا بأعتاب طهس؟ ألم يرسلوا إليك لتذهب أنت الآخر؟ وهل يجرؤون على ذلك؟ لا داعي للعناد يا أبا زيد، اذهب وأظهر لهم الرضا لتأمن على نفسك وعائلتك. لن ألعن السلطان الظاهر بركوك. إذن فأنت غير راض عن حكمنا. وما علاقة الرضا بلعن سلطان لم يعد جالسا على عرشه؟ لقد ولى زمن بركوك. إذن لماذا لا تلعنه أمامنا حتى نتحقق من ولائك وإخلاصك؟ وكيف ألعن رجلا أغرقني بأفضاله ولم ينلني بذرة سوء؟ عفوا أيها الأمير، فلست بجاحد أو ناكر للجميل، ولكنك تتولى عظيم المناصب وتعيش من خيرنا. إنما أعيش بعملي ولخير الناس. إذن فأنت ترفض؟ أرفض الإساءة إلى رجل مد لي يده في وقت شدة. أتعلم عاقبة ذلك؟ العاقبة عند الله أيها الأمير. يا لك من صلف عنيد، لقد أمرنا بتجريدك من منصبك ورواتبك. لا ينسى الله المؤمنين من عباده. لن تغادر هذه البلاد، وسوف نقوم بتحديد إقامتك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. اهرب عن وجهي أيها الشيخ الأحمق، اهرب عن وجهي. ياسمين شهاب، شهاب سيدي، ماذا حدث؟ رجالك ربما أسلم سيدي. وأين فاطمة وياسمين؟ لقد أخذهم رجالك أردما مصر بعد أن ذهب الدار وخربوها يا سيدي. ذلك ما كنت أخشاه، ذلك ما كنت أخشاه. كيف تطالب بحق لست صاحبه؟ أهكذا كنت تنصف الناس يا قاضي القضاء؟ ماذا تعني أيها الأمير؟ ألم تكن فاطمة وابنتها من جوار الأمير قردماس؟ أجل، ولكن السلطان برقوق اشتراهما منه ووهبني إياهما، فاعتقتهما وتزوجت من فاطمة. لم يكن قردماس راضيا عن البيع، فقد أكرهه برقوق، وعلى ذلك فالعقد باطل، وما تلاه من أفعال كلها باطلة. أهذا هو العدل في نظركم؟ تسلبون الناس زوجاتهم وتعيدون الأحرار إلى الرق؟ ويحك، تأدب في حديثك وإلا نالك عقابي. وهل هناك عقاب أقسى مما نالني على أيديكم أيها الأمير العادل؟ قلت لك إن قردماس قد استعاد ما كان يمتلكه، ولست أطيق منك جدالا بعد ذلك. هل لك شيء آخر؟ كلا أيها الأمير، كل ما أقدر أن أقوله الآن حسبي الله ونعم الوكيل. يجب عليك أن تحمد الله، فقد كنت رحيما بك ولم ألقي بك في السجن. شكرا لك أيها الأمير على كريم عطفك. شكرا. وهل سنترك الشيخ هكذا وحيدا مهملا لا يسأل عنه أحد؟ لا تعلم مدى ما أشعر به من ألم، ولكن لا يخفى عليك يا مقريزي أن الاختراب من داره أصبح هو الهلاك بعينه، فرجال من طاس يحاصرون الدار ويراقبونه.
يجب أن نبحث عن وسيلة، يجب أن نحتال لزيارته. كيف ذلك يا مقيزي؟ كيف؟ يا أهل الله، يا أهل الله، أعطونا مما أعطاكم الله. يا أهل الله، غريب يطمع في كرم أهل الدار. يا أهل الله، أعطونا مما أعطاكم الله. ماذا تريد؟ فقير دفعته الحاجة إلى كرمكم يا بني. ها؟ ادخل. أين مولانا؟ تفضل، تفضل. السلام عليك يا مولانا. من؟ تلميذك المقصر في حقك يا مولانا. المقريزي ولدي. شيخي ومولاي. كيف تعرض نفسك للخطر يا بني؟ نفسي فداؤك يا مولانا. اجلس استرح. وكيف استريح وانا اراك في محنتك؟ هذا قدر الله. كيف حالك يا مولانا؟ لا يحمد على مكروه سواه. اصدقاؤك وتلاميذك يأسون لما حدث لك ويدعون الله بالفرج القريب وأن يخرجك من محنتك، وقد أرسل معي أبو سالم الموردي هذا الجوال، ففيه أشياء قد تحتاج إليها. بارك الله فيه وفيكم جميعا. اجلس يا ولدي. لا، بل انصرف الآن، فقد يرتاب رجال منطاس في أمرك. فليفعلوا بي ما يشاءون، فلست قادرا على فراقك. لا يا بني، لا تدعهم ينالون منا أكثر مما نالوا، فوقتهم زائل بإذن الله، وغدا يأتي الفرج. مولاي، مولاي، ماذا حدث؟ لقد هرب برقوق من سجنه في الكرك وقصد دمشق في جمع من أعوانه. ويحك، ماذا تقول؟ وهزم نائب غزة، وعاونه أهل القرى بتقديم ما يلزم من عليق وضيافات، وكثر أتباعه بانضمام عدد كبير من العربان والتركمان إليه. هذا الثعبان لقد قطعنا ذيله، فنما له ذيل آخر. الويل له هذه المرة، سندق عنقه. يجب أن نبادره يا مولاي قبل أن يسترد قواه، وأن نعاجله قبل أن يعاجلنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل لديكم أخبار عن القتال؟ ليست هناك أخبار مؤكدة. لقد علمت أن مماليك من طاس قد تمردوا عليه لقلة ما أنفقه فيهم. فليخذله الله أيضا، فما رأينا حكما أظلم من حكمه. وماذا عن أخبار أبي زيد؟ أما زال رجال من طاس يترصدون داره؟ لقد انشغل الجميع بأمر القتال. مسكين فاطمة وابنتها، قسى عليهم الزمان بلا رحمة. يا ترى كيف حالهما الآن؟ هون عليك يا أبا زيد، ففرج الله قريب. أبشر، أبشر يا مولاي، أبشر. خير يا مقريزي، لقد انتصر برقوق على منطاس. أحق ما تقول؟ ألم أخبرك أن فرج الله آت؟ لقد علمت أن منطاس التقى بجيش برقوق بظهر دمشق، فسحق برقوق جيش منطاس، وأسر السلطان حاجي شعبان والقضاة الذين رافقوا جيش منطاس. ولم يلبث برقوق أن وقف تحت العصائب السلطانية، فلما رأوا أن برقوق هو الواقف تحتها تقدموا إليه وقبلوا الأرض من تحت قدميه وانضموا إليه. الحمد لله، الحمد لله. وماذا من أمر منطاس؟ لقد فر هاربا إلى دمشق، ولما عزم السلطان برقوق على اللحاق به منعه أمراؤه وقالوا له: أنت سلطان مصر أم سلطان الشام؟ امضي إلى مصر واجلس على تخت الملك فتصير الشام وغيرها في قبضتك. وركب في طريقه إلى القاهرة. حفظكم الله، بارك الله فيك يا أبا زيد، بارك الله فيك. كم حزنت أشد الحزن لما أصابك من أعدائي.
نفسي فداؤك يا مولاي، نفسي فداؤك. لقد كشفت لي هذه المحنة عن الرجال المخلصين وعن المخادعين منهم، أما أنت فلن أنسى موقفك المشرف. لقد أمرت بأن تعود إليك مناصبك مع زيادة رواتبك، ولو أن هذا لا يوفيك ما تستحق. أنا ألتمس من عظمتكم يا مولاي فضلا كبيرا أطمع فيه. لك ما تشاء يا أبا زيد، أطلب. ألتمس من عظمتكم أن تعيدوا إلي زوجتي وابنتها بعد أن سلبهما مني قردماس. لعنة الله عليه، لقد أمرت بقطع رأسه وصلبه على باب زويلة، أما زوجتك وابنتها فسوف تجدهما في دارك عند عودتك. سيدي أبشر يا سيدي، لقد عادت سيدتي فاطمة وسيدتي ياسمين. عبد الرحمن. فاطمة، لا تبكي يا فاطمة، وصلي لله شكرا على عطفه وكرمه. تعالي تعالي ياسمين. الحمد لله والشكر له. لقد بدأت البلاد تستعيد أمنها، وظهر الارتياح على الأهالي، خاصة وأن السلطان برقوق بدأ يولي اهتماما خاصا بالشؤون الداخلية للبلاد. نطلب من الله أن يديم علينا الأمان، ويأتي الخير على يد السلطان، وأن يبعد عنا القلاقل والحروب، فمصر دائما منكوبة بحكامها. نعم، وهذا مصير كل أمة يحكمها الغرباء. أجل، فهذا مثل من يربي ابنا ليس من صلبه، أو يرعى مصالح ليست مصالحه. لقد سمعنا اليوم يا مولانا خبرا أسعدنا كثيرا. أي خبر هذا؟ لقد بلغنا أن السلطان برقوق قد ولاكم وظيفة الحديث في مدرسة سرغطمش بعد أن خلت ممن كان يشغلها. أجل، وأريد من المقريزي أن يحدثني عن هذه المدرسة. أجل يا مولاي، هي المدرسة التي تقع بجوار جامع أحمد بن طولون، وقد سميت بسرغطمش نسبة إلى بانيها الأمير سيف الدين سرغطمش الناصري أمير رأس النوبة، وقد توفي سجينا بالإسكندرية عام 759. ومتى تبدأون دروسكم إن شاء الله حتى نحظى بشرف الاستماع إليكم؟ بعد غد بإذن الله، وسوف أقوم بتدريس كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله. كم أتلهف يا مولاي على سماع هذا الدرس، نفعنا الله بعلمكم وأنار لنا الطريق على أيديكم. قال الشافعي: إذا جاءك الحديث عن مالك فشد به يديك. وقال أحمد بن حنبل: إذا ذكر الحديث فمالك أمير المؤمنين. وقيل: حج أبو جعفر المنصور ولقيه مالك بالمدينة فأكرمه وفاوضه. أبو جعفر هو الذي أكرم وفاوض. وكان فيما فاوضه: يا أبا عبد الله، لم يعد على وجه الأرض مني ومنك، ولقد شغلتني الخلافة، فضع أنت كتابا ينتفع به الناس، ولكن تجنب رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر، ووطئه للناس توطئة. فقال مالك: لقد علمني التأليف، فقد كانت هذه وأمثالها من البواعث التي دفعت مالك لتصنيف هذا الكتاب، فصنفه وأسماه الموطأ. أسماه الموطأ، أي المسهل. السلام عليك يا شهاب. وعليكم السلام يا سيدي. سيدي، هناك ضيف في انتظاركم في قاعة الضيوف. ضيف؟ من هو يا ترى؟ لم يخبرني إلا أنه من تونس.
تونس، لا بد أنه صديق أو رسول من السلطان. يا إلهي، أبي 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 أبي، هل أنا في حلم أم أن الأموات قد خرجوا من قبورهم؟ بل هي الحقيقة يا أبي، فلم أهلك مع إخوتي وزوجتي وأمي. كيف حدث ذلك؟ لم أركب البحر معهم، فقد تخلفت لبعض الأمور. تعال اجلس. قص علي ما حدث. عندما أخبرني السلطان أبو العباس بموافقته على السماح لنا بالسفر إليك، لم تطق أمي صبرا، فقررت الرحيل، قررت الرحيل في أسرع وقت، وتخلفت أنا لأنهي بعض شؤوني على أن ألحق بهم. وما الذي آخرك عن الحضور إلي كل هذه المدة الطويلة؟ عندما علمت بالكارثة داهمتني الحمى، وصرت أهدي وأوشكت على الهلاك لولا رعاية عمي موسى، وظللت مدة عام مريضا لا أقوى على مغادرة الفراش، إلى أن من الله علي بالشفاء وتمالكت قواي فركبت البحر وحضرت إليك. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. وكيف حالك يا أبي؟ وهل هناك حال أفضل من حال الآن بعد أن أعادك الله إلي؟ سوف تجن فاطمة فرحا عندما تعلم بأمرك. من فاطمة هذه يا أبي؟ تلك حكاية طويلة سأقصها عليك. فيما أنت شارد يا أبا زيد؟ كنت أفكر في أمر زيد وياسمين. وماذا يشغلك من أمرهما؟ أريد أن أربطهما برباط قوي حتى تطمئن عليهما روحي بعد مفارقة الحياة. أي رباط هذا يا أبا زيد؟ هل تمانعين في زواج ولدي بابنتك؟ وكيف تسألني عن أمر ترى فيه المصلحة لنا؟ إن ياسمين ابنتك، وما أرى إلا أنك تريد مصلحتهما أكثر مني. بارك الله فيك. الآن أشعر بالراحة والرضا. تفضل. كيف حالك وحال أهلك يا أبا زيد؟ بخير والحمد لله. سوف يرزق ولدي زيد بطفل ثاني عما قريب. ولما أراك مهموما هكذا؟ السلطان مريض. علمت ذلك. وهل مرضه خطير؟ لم يعد للأطباء حيلة في شفائه. ترى من سيخلفه؟ أولاده الثلاثة صغار. ليست هذه هي المرة الأولى التي يحكمنا فيها الصبية، ولكن هذا يعني عودة الصراعات والقلاقل. أجل، فوجود الصبية في الحكم يثير مطامع الكبار. وماذا نفعل؟ إن دوام الحال من المحال. اجلس يا أبا زيد، استرح. وكيف أعرف للراحة طعما يا مولاي وأنا أراكم في فراش المرض؟ نفسي فداؤك. بارك الله فيك يا أبا زيد، والله لم أرى وفاء مثل وفائك.
اجلس فلي معك حديث. لم يعد في العمر بقية يا أبا زيد، ولهذا دعوتك لأشاورك في بعض الأمور. لا تجهد نفسك يا مولاي، ودع كل شيء حتى يمن الله علينا بشفائك. لا لا يا أبا زيد، الموت حق علينا جميعا، وأنا أدرك أنها النهاية، ولهذا دعوتك لأشاورك في أمر هام. أي أمر هذا يا مولاي؟ أمر يخص أولادي. حفظهم الله ويرعاهم من بعدك يا مولاي. أنت تعلم أنهم ما زالوا صغارا، وهذا يثير قلقي، وأخشى أن يتورطوا في صراعات يستفيد من ورائها الطامعون. إن فرج أكبرهم لن يجاوز العاشرة من عمره، فبماذا تشير علي حتى أموت وأنا مرتاح النفس؟ لا أخفي عليكم يا مولاي، هذا أمر صعب، ولكنه لا يصعب على حكمتك. ما رأيكم لو أقمتم مجلسا للوصاية عليهم؟ كيف ذلك يا أبا زيد؟ أن تختاروا أفرادا من المخلصين يكونوا هذا المجلس، على أن تكون رئاسته لمن هو أكثر ثقة عندكم، على أن تعهد من الآن لولدكم الأمير فرج أن يتولى من بعدكم، على أن يتولى من بعده أخوه الأمير عبد العزيز، ثم أخوه الأمير إبراهيم، فتتضح الرؤية ونتجنب المخاوف والأطماع. بارك الله فيك وفي حكمتك يا أبا زيد، سوف أصدر أوامري بأن تكون على رأس هذا المجلس. عفوا يا مولاي، فأنا لست سوى رجل تقدم به العمر وقارب على النهاية، والمصلحة تقتضي إعفائي من هذا الأمر. إذن فمن تراه جديرا برئاسة هذا المجلس؟ الأمر يحتاج إلى الروية والتفكير حتى نحسن الاختيار. على شرط أن تعاهدني على أمر آخر. نفسي فداؤك يا مولاي. أطلب منك أن تعاهدني أن لا تبخل بالنصيحة والرأي على ولي عهدي كما كنت تفعل معي ما دمت حيا. أعاهدك يا مولاي، أعاهدك، ويشهد الله على ذلك. ومن هم الذين وقع عليهم الاختيار بمجلس الوصاية يا مولانا؟ لقد اتفقنا على أن يكون الأمير البجاس أتابك العسكر رئيسا للمجلس، ويخلفه في الرئاسة الخليفة المتوكل. أما أعضاء المجلس فهم الأمير تغربردي، والأمير بيبرس الدودار، والأمير يشبك الدودار الكبير، والأمير يلبغ السالمي، والأمير قشم الحسن نائب الشام. هذا اختيار حسن. كنت أفضل أن تكون من بينهم يا أبا زيد، حتى تلجم من تسول له نفسه التطاول على أمر من الأمور. لا تظن يا أبا سالم أن في مقدور شيخ فان مثلي أن يقف في وجه العاصفة إذا هبت رياحها. إذن يا مولانا أنتم تتوقعون للعاصفة أن تهب. أنا لا أعلم ما في نفوس أعضاء هذا المجلس، ولست أعلم ما يخبئه الغيب. ذلك ما نخشاه، ذلك ما نخشاه. مساء الخير، ألم تعلموا بعد؟ ماذا وراءك يا سيوطي؟ لقد سمعت منذ قليل أن السلطان برقوق قد مات. ماذا تقول؟ القلق يسيطر على الناس في الشوارع. إنا لله وإنا إليه راجعون.
لله وإنا إليه راجعون. يرحمه الله. ندفع ضرائب أخرى؟ هذا ظلم. لقد دفعنا المستحق منذ شهرين. هذه المرة من أجل الحملة التي يعدها السلطان فرج لمحاربة تيمور لنك الذي زحف بجيشه إلى الشام، وهذا خطر يهددنا في مصر. ليست هناك أموال في خزانة الدولة؟ فيما تنفق إذن؟ لم تعد أموال الخزائن تكفي، خاصة وأن أمراء المماليك رفضوا الخروج للحرب بحجة قلة الأموال. أعوذ بالله، حتى القتال يساومون عليه؟ وماذا عن أخبار تيمور لنك؟ في أعوام 70 أو 80 و700 ظهر في بلاد ما وراء النهر أمير اسمه تيمور، مد يده على ممالك التتر كلها فاستولى عليها إلى ديار بكر، ثم إلى بلاد الروم والهند، وعاثت عساكره في نواصيها وخرب حصونها ومدنها في أخبار يطول شرحها، ثم زحف بعد ذلك إلى الشام وفعل بها ما فعل، والله غالب على أمره. يقولون إن قومه في عدد لا يحصى، وهم في النهب والفتك بأهل العمران وابتلائهم بأنواع العذاب على عادة بوادي الأعراب. لست أقصد من حديثي هذا أن أصبط هممكم، ولكن لأوقظ الحمية في نفوسكم حتى إذا ما استنفرتم للقتال لا تستهينون بأعدائكم، وكان الله معكم. تطاردنا الحروب أينما نذهب. ألن تخمد جزوة الشر في نفوس البشر؟ ليس قبل أن تخمد جزوة أطماعهم. يبدو أن الاستقرار والأمان لن يوجد إلا في الآخرة. فيما تتحدثون يا ترى؟ كنت أحدثهم عن موكب شيخ الإسلام والقضاة الأربعة وأمراء المماليك، وهم ينادون بالنفير العام في الشوارع. أجل، فقد كانت هذه هي نصيحتي للسلطان حتى يستنفر الناس ليقاتلوا التتر. وأين هم منا الآن يا أبي حتى نقاتلهم؟ لقد زحفوا إلى الشام وساءت الأحوال هناك، ووجب علينا الذهاب. أو ستذهب يا عبد الرحمن؟ أجل، كيف ذلك وقد أصبحت في هذه السن والعمر؟ لم تعد تقوى على متاعب السفر وأخطار الحرب، كيف تذهب يا عبد الرحمن؟ لقد استدعاني اليوم الأمير يشبك الدودار وراودني على الذهاب معه في ركاب السلطان، فتجافيت من ذلك، ولكنه أظهر لي العزم بلين القول. وأعفاني من الإقامة مع العسكر، ووعدني أن يهيئ لي ولبقية العلماء الإقامة في إحدى دور دمشق، فلم أجد بدا من الموافقة. ولكن يا أبي، أنتم مؤمنون ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هيا يا أم ياسمين، أعد لي صندوق حاجياتي. ثم وصلنا إلى الشام مسابقين التتر، وأسرينا إلى دمشق، والأمير تيمور لنك في عساكره قد رحل من بعلبك قاصدا دمشق، فضرب السلطان خيامه في مواجهة عسكر الأمير تيمور لنك الذي كف عن مهاجمة البلد وأقام يراقبنا
ونراقبه أكثر من شهر، يحاول العسكران في هذه الأيام مرات ثلاثا أو أربعا، فكانت حربهم سجالا. عفوا يا مولانا، الشيخ يوسف الدمشقي يستأذن الأمر هام. دعه يتفضل. أدركنا يا أبا زيد، أدركنا. خيرا يا شيخ يوسف. لقد ترك السلطان فرج ساحة القتال وعاد إلى مصر. ماذا تقول؟ أجل، ويقولون إن بعض أمراء المماليك قد أشعلوا فتنة في القاهرة، فعاد السلطان لإخمادها، وقد اصطحب معه الخليفة المتوكل ونائب الشام، وتركونا هكذا بلا حام أو رام. صدقت، هذا أمر في غاية الصعوبة. لقد أرسلني القاضي برهان الدين الحنبلي لأصحابك إلى المدرسة العادلية، حيث يعقد اجتماعا هاما لأولي العلم والمشورة للتداول في هذا الأمر. أنا ذاهب معك. لقد طلبت اجتماعكم اليوم بعد أن ساءت الأمور بانسحاب السلطان فرج، فشدد تيمور لانك الحصار حول المدينة، وأنتم تعلمون أننا لن نقوى على فعالية هذا الحصار وقتا طويلا، فماذا ترون؟ ماذا من أمر نائب القلعة؟ هل في إمكانه المدافعة والقتال؟ تمنعه شجاعته وشرفه العسكري عن الاستسلام، ولكنه يضع في اعتباره ما سوف يرتكبه التتار من فظائع وبشائع إذا ما اقتحموا المدينة. وماذا ترى أنت يا برهان الدين؟ فأنت أدرى مني بشؤون أهلك. أرى المفاوضة يا أبا زيد، حتى لا يحاول تيمور لانك فتح المدينة عنوة وتقع الكارثة. هل توافقون القاضي برهان الدين في الرأي؟ نوافق. ليست أمامنا حيلة. إذن فلنفوض واحدا منا ليقابل تيمور لانك، ويطلب منه الحماية والأمان للبيوت والحرمات. أي واحد منا تختارون؟ لقد رأى القاضي برهان الدين أن يشاور نائب القلعة مرة أخرى في الأمر، فذهب إليه هو ومجموعة من القضاة، فأبى عليهم ذلك فلم يوافقوه، وخرج برهان الدين ومعه شيخ الفقهاء بزاوية الحمداني إلى سلطان التتار. وفقه الله في مسعاه، فالخطب جسيم والعاقبة شنعاء. القاضي برهان الدين يستأذن في الدخول يا سيدي. دعه يتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. خيرا يا برهان الدين. الخير كل الخير يا أبا زيد. تفضل استرح. هل قابلت السلطان التتاري يا مولانا؟ أجل، وقد أجابنا إلى التأمين، ثم ردنا باستدعاء وجوه القضاة، فأخرجناهم إليه من السور، فأحسن الرجل اللقاء وكتب لنا الرقاع بالأمان، واتفقنا معه على فتح المدينة من الغد، وتصرف الناس في المعاملات، ودخول أمير منهم ينزل بمحل الإمارة ويملك أمرنا بعز ولايته، ثم ردنا السلطان على الآمال. حسن حسن، جزاكم الله كل خير يا برهان الدين. وقد سألني عنك السلطان تيمور، وهل سافرت مع عساكر مصر؟ فأخبرته بمقامك هنا، فطلب لقاءك في الغد قبل فتح المدينة.
أيها الحارس، أيها الحارس، هل سيطول انتظاري؟ اذهب واخبر مولاك أن ابن خلدون القاضي المالكي المغربي قد سئم الانتظار. تفضل. السلام عليك يا عظيم المغول. عليك السلام يا ابن خلدون. قل لي، من أي مكان في المغرب جئت ولم جئت؟ لقد جئت من آخر بقعة لقضاء غرض، فقد ركبت البحر ووافيت مرسى الإسكندرية يوم الفطر سنة 84 للهجرة، والسلطان الظاهر برقوق على تخت الحكم. برقوق؟ ماذا فعل معك الظاهر برقوق؟ كل خير يا مولاي، رحمه الله وجزاه. وأنت في أي مكان في المغرب كنت تعمل؟ في جميع بلاده حتى المغرب الجواني. جواني؟ ما معنى الجواني في وصف بلاد المغرب؟ معناه في عرف خطابهم الداخلي، أي البعيد من جنوبه، لأن المغرب كله عفوا يا مولاي، لأن المغرب كله على ساحل البحر، والأقرب إلى هنا برقة، والمغرب الأوسط تلمسان وبلاد زناتة، والمغرب الأقصى فاس ومراكش، وهو معنى المغرب الجواني. وأين تقع طنجة من ذلك المغرب الكبير؟ في الزاوية بين البحر المحيط والخليج بالزقاق، وهو خليج البحر الشامي. حسنا، وسبتة؟ على مسافة من طنجة على نفس ساحل الزقاق، ومنها يتم التعدية إلى الأندلس لقرب المسافة، لأنها حوالي 20 ميلا. وفاس؟ ليست على ساحل البحر بل في وسط التلول، وهي قاعدة ملوك المغرب من بني مرين. أنا لا يقنعني هذا الكلام يا ابن خلدون، لا يقنعني هذا الكلام. أنا أريد وصفا كاملا شاملا لكل بلاد المغرب، أقصيها أدنيها، كل شيء كل شيء. يحصل هذا بسعادة. عفوا يا مولاي، لقد فتح باب المدينة وخرج القضاة وفاء بما زعموا من الطاعة. حسنا حسنا، فنذهب إليهم ولتكن معنا يا ابن خلدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا برهان الدين، تفضل. أراك منهمكا في الكتابة. أجل، فإني كنت أنهي ما طلبه مني الأمير تيمور لنك من وصف المغرب وبلاده. إذن فسوف تقابله مرة ثانية. لا مفر من ذلك. ما رأيك لو أهديته هدية كي تتوطد المحبة بينكما ونستفيد نحن من ذلك؟ أي هدية أقدم لرجل ملك الدنيا؟ يا أبا زيد، الهدية مهما قل شأنها فهي تعني الكثير حتى ولو كانت لقارون، ولن يبخل عليك بعد ذلك بأي مطلب.
وما هو مطلبك من وراء ذلك؟ المزيد من الأمان لأهلنا وبلدنا. السلام عليكم يا عظيم المهول. وعليك السلام يا ابن خلدون، أهلا ومرحبا بك. هذا ما كلفتني به من أمر المغرب وبلاده. حسنا حسنا، تفضل اجلس. هل يتعطف مولاي ويقبل هدية رجل علم فقير لا يبغي من ورائها سوى المحبة والاحترام؟ بكل سرور. الله أكبر. وما هذا؟ قصيدة البردة للبصيري. البردة ما شأنها؟ لقد رأى ناظمها النبي محمدا عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، وهو يزوره في منامه وقد خلع عليه بردته، فقام بنظم هذه القصيدة في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. حسن حسن. وما هذا؟ حلاوة مصر الفاخرة. جزاك الله كل خير يا ابن خلدون. وأيدك الله. لي كلام أذكره بين يديك. تفضل قل ما تريد. أنا غريب في هذه البلاد غربتين، واحدة من بلاد المغرب التي هي موطني ومنشئي، والأخرى من مصر وأهل بيتي بها. لقد حصلت في ظلكم على كل خير، وأرجو رأيكم فيما يؤنسني بغربتي. قل ما تريد يا ابن خلدون، أفعله لك إن شاء الله. لقد أنستني أحوال الغربة ما أريد، وعساكم أيدكم الله أن تعرفوا لي ما أريد. حسن يا ابن خلدون، فلتنتقل من المدينة إلى معسكري، وأنا إن شاء الله أفعل ما يرضيك. شكرا لك، وأطال الله بقاءكم. بقيت لي أخرى. ما هي؟ هؤلاء المخلفون عن سلطان مصر من القراء والموقعين وأصحاب الدواوين والعمال قد صاروا إليكم، والملك لا يغفل هؤلاء، فسلطانكم عظيم وعمالاتكم متسعة، وحاجة ملككم إلى هؤلاء المتصرفين في صفوف الخدمة أشد حاجة إليهم من غيرهم. وماذا تريد لهم؟ مكتوب أمان يستنيمون إليه ويعولون في أحوالهم عليه. اكتب لهم بما قال. أهكذا تتركنا يا أبا زيد وتفضل البقاء في معسكر المغول؟ هذه فرصة يجب أن أقتنصها، فأنا أريد أن أراقب هؤلاء القوم عن قرب حتى أعرف عنهم ما أجهله من طباع وعادات وتقاليد. وهل سيطول مقامك عندهم؟ حتى أعرفهم كما أعرفكم. ماذا لو أصر تيمور لنك على اصطحابك له؟ ألجأ للدهاء والحيلة، خاصة وأنه أصبح لا يرفض لي طلبا. وفقك الله فيما تبتغي من خير، ولن ننسى لك وقوفك معنا وحسن نصيحتك. قل لي يا أبا زيد، أعندك بغلة هنا؟ نعم يا مولاي. شكلها حسن؟ نعم يا مولاي. وتبيعها يا ابن خلدون؟ أنا أريد أن أشتريها منك. أيدكم الله، مثلي لا يبيع لمثلكم، إنما أنا أخدمكم بها وبأمثالها لو كانت لي. بارك الله فيك، إنما أردت أن أكافئك عنها بالإحسان. وهل بقي من إحسان وراء ما أحسنتم به؟ اصطفيتموني
وأحللتموني من مجلسكم محل خواصكم، وقابلتموني بالكرامة والخير التي أرجو أن يقابلكم الله بمثلها. بورك فيك يا ابن خلدون. قل لي، قد اعتزمنا الرحيل عن الشام، هل تود مرافقتنا إلى مصر؟ أيدكم الله، إنما رغبتي هي أنتم، فإن كان الرحيل إلى مصر فيه خدمتكم فأهلا به، وإن لم يكن فلا بغية لي فيه. لا 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 يا ابن خلدون لا، إنما تسافر إلى أهلك وعيالك. أبي زيد، كم كنت مشتاقا إليكم يا ولدي. كيف حالكم؟ بخير عبد الرحمن. أبي، عجبا، ما لي أرى الدهشة في وجوهكم، كأنكم ترون ميتا قد خرج من القبر. ما بالكم؟ لقد أخبرنا البعض أنك هلكت في معسكر المغول حتى أدركنا اليأس من عودتك. بل أمضيت عندهم أياما جميلة، تحوطني الحفاوة والتبجيل. وهل حقا قابلت تيمور لانك؟ وهل عهدك بي الكذب يا سيوطي؟ وهل جالسته يا مولانا؟ كما أجالسكم الآن. هل حدثتنا عنه؟ لا تثقلوا عليه، فهو متعب من السفر. دعهما يا أبا سالم، فكم كنت في شوق لمجلسكم هذا والحديث معكم. اعلموا أن الملك تيمور لنك من زعماء الملوك وفراعنتهم. الناس ينسبونه إلى العلم، والبعض يرفضونه لما يرونه من تفضيله لأهل البيت، وآخرون ينسبونه لانتحال السحر، وهو ليس في ذلك من شيء، بل إنه رجل شديد الفطنة والذكاء، كثير البحث واللجاج بما يعلم وبما لا يعلم. عمره بين 60 و70، وركبته اليمنى عاجزة لإصابة في صباه كما أخبرني، فهو يجرها في قريب المشي. هل تشعر بشيء يا أبا زيد؟ ويحنا، لقد أثقلنا عليك. يا إلهي، ماذا يحدث لي؟ دوار عنيف يزلزلني. أدركونا بطبيب. لا، سوف أكون بخير، إنه إجهاد السفر. إذن لابد أن تنهض لتأخذ قسطا من الراحة. خير خير أيها الطبيب، كيف حال أبي؟ إنها الشيخوخة وضعفها. شيخوخة، أليس لهذا من دواء؟ الراحة وطيب الغذاء. وهل هناك أمل؟ الأعمار بيد الله يا ولدي، الأعمار بيد الله. وكيف حاله الآن يا أبا سالم؟ يبدو أنها النهاية يا مقريزي. هل قمت بزيارته أمس؟ أجل، ولكنني جالسته قليلا حتى لا أجهده بالكلام. نفسي فداؤك أبا زيد.
سوف نخسر برحيلك الكثير. هذه مشيئة الله يا فاطمة، فلا تحزني، ويكفي ما لقيته من محن. نفسي فداؤك يا عبد الرحمن، نفسي فداؤك. لقد اكتفيت من الحياة وبلوت حلاوتها ومرارتها طوال 74 سنة. فآن لي أن أستريح من عناء هذه الرحلة الطويلة. قرير العين، مرتاح النفس، فلم أعد أخشى مفارقتي لك، فسيرعاك ولدي من بعدي. وهل يهنأ لي عيش من بعدك يا عبد الرحمن؟ أطلب من الله أن يعجل بي أو يكون كريما معي فنرحل سويا. لكل أجل كتاب يا فاطمة، ولكل شيء نهاية. أين ولدي زيد؟ أحضريه إلي، أطلبي منه أن يأتي بالأوراق والريشة. دع عنك ذلك الآن يا عبد الرحمن حتى لا تجهل نفسك. بالله عليك فعلي ما أطلبه منك، أسرعي قبل فوات الأوان، فهناك ما أريد تدوينه حتى يبقى للناس. زيد، زيد، ماذا حدث؟ هل إنه يريدك ويريد أوراقا وريشة؟ كيف حاله الآن يا أمي؟ أكتب يا ولدي. ماذا أكتب يا أبي؟ عبد الرحمن بن محمد، ابن محمد ابن محمد ابن الحسن ابن محمد ابن جابر ابن محمد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن خلدون. لا أذكر من نسبي إلى خلدون غير هؤلاء العشرة. ويغلب علي الظن أنهم أكثر، وأنه سقط عدد مثلهم، لأن خلدون هو الداخل إلى الأندلس، فإن كان فالمدة لهذا العهد 700 سنة. فيكونون زهاء العشرين، 3 لكل 100، 3 لكل 100. ونسبنا إلى حضرموت من عرب اليمن،
إلى وائل بن حجر من أقيال اليمن معروف.